سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. أصلي اليوم نعمة ورحمة وسلام على كل من هم في حاجة لحضور وشفاء إله السلام وملك الملوك ربنا يسوع المسيح، الله الذي قال أنا هو معزيكم، من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب؟ الرب اللي بيقول قد برز خلاصي وذراعاي يقضيان للشعوب، انت يا رب وحدك اللي تقضي للشعوب المظلومة. يا رب انت ترى اليوم ألام الناس ونحن ننظر وننظر الألم ونراه وتخذلنا الكلمات يا رب، ونتضرع أمامك انك توقف الشر وتقطعه في اسم يسوع، وأن تأتي بسلامك في وسط إسرائيل وشعب غزة المقهور، وأن ترسل أنت من عندك يا رب معونة ليهم اليوم. بنصلي سلامك في الوسط في اسم يسوع المسيح. مشاهدينا، النهاردة الحقيقة الحلقة صعبة عليا من نواحي كتيرة، وصعب أن الواحد يشوف الألم اللي فيه الناس، يعني اللي بتتاخد كده تضيع حياتها بلا سبب، وتعيش ألام بلا سبب، وتفقد ولادها بلا سبب، أو ما بيبقوش عارفين هم ليه عايشين الألام اللي هم فيها دي. علشان كده النهاردة حلقتنا بتورينا مين اللي زرع الفتنة، مين السبب، مين الخلفية اللي ورا الألام اللي بيمر بيها شعب إسرائيل والشعب الفلسطيني، وإحنا عموما كأمة بنرى ألام الشعوب دي وإحنا برضو ملموسين بيها، بقالنا سنين عايشين فيها. عنوان حلقة النهاردة هو من زرع الفتنة بين أولاد العم. النهاردة هو اليوم السابع منذ بداية حدث الهجوم الإرهابي المشين من حركة حماس الإرهابية على مدنيين إسرائيليين أمنين في بيوتهم، ناس قاعدة في بيوتها. الصبح بدري كان يوم عيد من الأعياد بتاعتهم، في ناس في الشوارع بتحتفل بتتمشى في الكيبوتس اللي هي زي يعني مجموعة من البيوت أو مدن صغيرة عايشين فيها الشعب إسرائيل. أوكي؟ فكان في ناس ماشيين في شوارعهم وناس في البيوت وناس بتحتفل في مهرجانات وكده، وفجأة المنظمة الإرهابية دي حماس أرسلت جنودها يقتحموا البيوت، يقتلوا الناس، يمثلوا بالجثث، يحرقوا ويشقوا بطون الحوامل. قصص رهيبة سمعناها. الناس بعد ما راحوا، بعد ما خرجوا المسلحين منها أو قتلوا اللي قتلوه، حاجات بشعة جدا بيحكوها. اللي شافوه مش قادرين، الناس مش قادرة تتكلم من الألم اللي شافوه. واحدة حامل مضروبة بالرصاص ومكفية على وشها، قلبوها لقوها بطنها مشقوقة والبيبي طالع من بطنها. مين بيعمل كده إلا وحوش؟ قطعوا رقاب الأطفال، يقتلوا الطفل في السرير الصغير بتاعه وكمان يقطعوا رقبته، وبعدين ينكروا يقولوا لا ما عملناش. مش بس رقاب أطفال، لا رقاب أطفال وكبار وستات وبنات ورجالة. ربطوا أمهات وأباء مع بعضهم وحطوا فوقهم عيالهم وحرقوهم جوه البيوت. قصة من القصص تقولك ان هم قعدوا ياكلوا قصادهم هم بيتحرقوا، وبعدين ضربوهم بالرصاص. اغتصبوا نساء وقطعوا رقابهم، خطفوا رجالة وستات وأطفال كأسرى وسبايا. من جعل من هؤلاء مجرمين إلى هذا الحد من اللا إنسانية؟ الإسلام وتعاليمه وشيطانيته هو من علم المسلمين العداوة لليهود بالذات.
دائما نقف عند عداء المسلمين لليهود، جذوره فين؟ عند محمد، مش عند الساتلمنت ولا دخول يهود الأرض دي أو تملكهم الأرض دي في 48. مش وعد بيلفورد هو اللي عمل العداء بينك وبين اليهود. احنا كبرنا بنتعلم ان احنا عندنا عداء لليهود لانه محمد قال كده، لان الاسلام شيطانهم، لان القران تكلم عنهم كانهم لا شيء، اولاد القرده والخنازير. فنشانا نعرف ان هناك عداء، ان دول جنس غير الجنس، ظلم لهم وظلم لينا. فيعني أما الظلم كان لينا إحنا كمان، لأننا لم نستطيع أننا نفصل بين العداء السياسي والإنسانية. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. اللي انتوا شايفينه ده، انا بس في الاول هحط صور اللي هي الاقل دمويه عشان الناس اللي قالوا لا ما قتلوش اطفال ولا ما قطعوش رقاب اطفال. شايفين انه دي اوضه اطفال، دخلوا على الناس وهي نايمه في بيوتها وقتلوا الاطفال في سرايرها. والحاجات دي يعني علشان الناس عماله تقول لك ده لا ده ما حصلش ومش عارف ايه، هم حطوا الفيديوهات، هم حطوا الصور، بس دي صورة يعني الـ IDF بعد كده اللي هم الجماعات اللي راحوا ينقذوا الناس، الجيش شالوا الجثث وبعدين خدوا صور وخدوا يعني. لكن هم نفسهم أذاعوا فيديوهات وهم بيقتلوا وهم بيذبحوا وهم بيقطعوا رقبة الرجل وبيتخانقوا الاتنين على اديني سكينة لا اديني فاس أصله يهودي. فتعرف منين بقى انه بيقتلوا عشان يهودي، بيقتلوا عشان يهودي، لانه محمد عمل كده. محمد كان المثل في كراهية اليهود، محمد كان المثل في قتل بني قريظة. عارفين القصة، عارفين القصة كده. شوف الصورة اللي بعد كده، ده على CNN، وهو علشان الناس اللي عمالة تقول اصل ما قطعوش رقاب حد وانتوا بتفتروا عليهم، اي CNN حاطة ان هم قتلوا الأطفال وقطعوا رقابهم. يعني زي أنا يعني وأنا بتكلم وأنا بكتب مش عارفة ليه أنا إزاي أنا بكتب كده بإيدي النهاردة 2023، ولا يعني قربنا هو هنبقى 24. في إيه؟ في لا إنسانية. مين اللي زرع الفتنة دي وكراهية اليهود إلا الإسلام؟ محمد. لما ابتدت الأحداث أنا يعني شفت مرة تانية صورة مباشرة لما حدث أيام داعش. يا جماعة في أيام داعش إحنا فوجئنا بالدموية الرهيبة، فوجئنا إن داعش بتدخل على جيرانهم اليزيديين اللي لسه أكلين معهم مبارح، وهم نفسهم اللي كانوا معهم مبارح هم اللي قتلوهم وسابوا ستاتهم وخدوا حاجتهم وقتلوا الرجالة وخلوا الستات. نفس الحكاية، وصوروا برضو علشان يوروا إنه الإسلام بيقول أنتم الأعلون. شفنا، افتكرت الخيانة والغلظة والإرهاب لما زي ما كده القرآن بيقول لمحمد واغلظ عليهم. مين دول؟ الكافرين. هو كده هتعمل معهم كده؟ لازم تكون غليظ معاهم. اللي بيقول لهم اقتلوا أولياء الشيطان، مش كده؟ القرآن بيقول كده على أي حد غير مسلم، كافر بقى مسيحي برضو بيقولوا علينا كفار، يهودي ده بقى الأسوأ، اللي الشجر والحجر هينده ويقول ان ورايا يهودي تعالى اقتله. ازاي انه ده يكون فكر انساني؟ ازاي تنظر الى انسان مختلف معاك في العقيدة بس وطريقة الحياة وينو ده الاختلاف، بس هو شبهك، ده هو الاكتر شبها ليك لانه ابن عمك. بنقول عليهم أولاد العم لكن بكراهية، عشان ده يقول لك إن الإسلام لا يعلم المحبة ولا يرى الآخر
إلا إذا كان أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يبقى أخوك قتل قتلة وهتنصره. لا لا لا، ما نقولش على حماس منظمة إرهابية، لا إرهابية، والإسلام دين إرهابي، وما يعلمونه ليكم إرهاب، وأكثر المتضررين بالإرهاب أهلكم. أنا بعزي شعب إسرائيل في كل مكان، كل من فقد حد من أهله، وبنصلي أن يعود المخطوفين إلى أهلهم. القتلى والمخطوفين من 37 دولة حول العالم، في يمكن 13 أمريكي مات لحد دلوقتي، لكن حاجة و20 لسه، أو يعني حاجة و20 كانوا بين الخطف والقتل. ردة الفعل على ما فعلته حماس لا يعود على حماس فقط، لكن على عدة أوجه. أولاً، ردة الفعل الأساسية والأولى واللي كانت تعلمها حماس جيدا هي ردة الفعل على شعب غزة. شعب غزة اللي محاصر بلا مخرج، ما عندوش مخرج إنساني ولا استراتيجي من قياداته اللي هي قياداته حماس. حماس لم تدبر لهم طريق، لأن دول بيقولوا عليهم إيه، كبش الفدا بقى، اللي هم هيتكلموا بيه على الجرايد ويقولوا شوفوا بقى إسرائيل بتقتل الناس، ويعملوا بقى البروباجندا بتاعة إسرائيل دموية وبتقتل ناسنا ومش عارف إيه. في مثل إنجليزي يقول لك كده إيه، you don't poke the bear. أنتوا كنتوا عارفين تماماً إن دي هتكون ردة الفعل. لم تجدوا مخرج لا استراتيجي ولا إنساني لهؤلاء. طب لما انتوا كنتوا يعني عارفين انه على الاقل، انتوا عارفين ان اسرائيل هتقطع المياه والنور وكل حاجه وهتضرب الناس، بالرغم من ان اسرائيل بتضرب الناس برضو بانسانيه شويه، يعني هقول انه بتعتبر انه تقول لهم احنا، بتبعت تكست مسج وتتصل بالتليفونات وتنزل على غزه ورق وتقول احنا هنضرب المبنى 1 2 3 5 او المنطقه الفلانيه. لكن حماس اللي بتمنع الناس تخرج من بيوتها. طب ما شلتلهمش، ما خزنتوش ميه، ما خزنتوش اكل، ما يعني ما عملتوش اماكن معينه تعملوها مستشفيات ليهم علشان خاطر لما تحصل اصابات. لا، لان حماس عايزه انكم دايما تكونوا الضحايا ايديولوجيا، غيرت فكركم، وإنسانيا كمان، لأنكم تعودتوا أنكم تبقوا عايشين في وسط الدم. حماس لم تدبر لهم طريق، كانوا عارفين واستخدموا الشعب. أنتوا ال زي ما بيقولوا إيه ده، sitting duck، كبش الفدا. مش جديد أبدا أن إسرائيل هتقصف داخل غزة، كم مرة حصل ده. الإرهابي اللي بيطلع يفجر نفسه، إسرائيل بتروح بعتها تاكس مسج تقول بيت الإرهابي الفلاني اللي فيه ينزلوا، لأن احنا هنضرب البيت 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، البيت بيتضرب، الناس خرجت أو ما خرجتش بقى، دي يعني حرية شخصية بقى. كنتوا عارفين إن غزة هتدك. الغضب لك لازم يكون ضد هذا الدين وضد هؤلاء الإرهابيين اللي بيضحوا بيكوا كأنكم ورق. النتيجة كانت معروفة ومدروسة، والضحايا هم أطفال غزة وأبنائها. مطلوب النهاردة ترحيل 1,000,000 غزاوي بلا ملجأ، محدش عايزه. ليه؟ أنتوا عايشين القيادات، عايشين برة، القيادات العالية عايشين برة. كتائب القسام، ايوه دول قيادات الدرجه الثانيه اللي هم بيخرجوا، اللي بيعملوا الذبح والكلام الاجرام ده على الارض، واللي ايضا داخل غزه بيقيدوكم. سمعت انهم بيمنعوا الناس من انهم يخرجوا من البيوت وقت الضرب علشان يكون في ضحايا. القيادات بتنعم بالحريه والرفاهيه. شوف الصوره اللي بعد كده، ادي ولاد اسماعيل هنيه اهو،
وحاطين لكم كل واحد بيشتغل ايه، اللي عنده بيزنس بيوت، واللي عنده بيزنس مقاولات، واللي عنده كلهم عايشين حلو قوي، تركيا وقطر واخر حلاوه. لكن الغلابه اللي جوه اللي عايشين في الحصار ما عندهمش لا الميه ولا الاكل ولا الدواء. شوفوا الصور الجايه دي، ده اللي انتوا هتشوفوه غزه النهارده، دول الناس اللي انتوا بتستخدموهم، الضحايا، الغلابه، دمار شامل. غير الصور لي. كل ده ولا أسوأ زلزال حصل السنة دي عمل الدمار ده. هتلوموا إسرائيل؟ أنا مش بلوم إسرائيل، أنا هقولها بمنتهى الصراحة، أنا بلوم حركة حماس، أنا بلوم الإسلام، أنا بلوم اللي زرع في قلوبكم وقلوبنا العداء للغير بهذا الغباء، بيضحوا بيكم بهذا الغباء. داخل غزة مسلمين، مسيحيين، عابرين، أطفال، ستات، حوامل، عجايز، مشلولين، ناس متقطعة من الإرهاب اللي انتوا عايشين فيه ليل ونهار بلا مأوى، بلا مأوى. هتكلم شوية عن حماس وعن الإرهاب الفكري وفكرة الفدائي، وبعدين أرجع أتكلم على إسرائيل، you know؟ لكن أنا عايزة أنه إحنا نشوف المصدر في الألم اللي انتوا فيه. كل واحد فلسطيني عايز الحرية وعايز يعيش كويس وعايز يربي ولاده كويس وعايزة تربي ولادها كويس وعايزة تعيش وتتجوز وتخلف وتبقى حرة ويبقى حر ويبقى بدل الدمار ده اللي ليل ونهار والجوع والآلام اللي بيمروا بيها، يبقوا عايشين في جنينة، عندهم جنينة وعندهم برضو بيوت حلوة ونظيفة وجميلة وحياة آمنة لأجيال، مش كده؟ لكن حماس زرعت فكرة الفدائي اللي بتختار من كل عيلة من عائلاتكم واحد غصب عنه وعن العيلة لازم يطلع فدائي ولازم يروح يحارب معاهم، وإلا يبقى عار، وإلا العيلة تستهدف، وإلا هم يختاروا أو يقتلوا واحد أو إسرائيل. والفدائي اللي بيطلع بقى بيبقى عارف إن هو هيتعرف في عيلته هتدك، يعني ميتين ميتين، يعني خسرانين خسرانين، والفلوس بتروح فين؟ عند القادة. انت بتفدي مين؟ ولا بتخلي مين الفداء؟ انت بتفدي مين؟ بتفدي، بتقول لك يعني احنا كلنا فداء فلسطين. افهم المحور في الحته دي، كلك فداء فلسطين ازاي؟ لا، هو الشعب اللي بيروح فدا اللي انت عايز تحققه، الاجنده بتاعتك. انت بتخلق فدائيين صغيرين عشان انت تعيش، ومش مهم الناس يحصل فيها ايه. ازاي فكرة الفدائي اللي كان يعني زمان كنا عارفين الفدائي ده هيروح يدافع عن بلده، هيبقى عارف انه رايح مثلا يحرر ارض، يعمل حاجة، عارف ان هو مش هيرجع وبيضحي بنفسه، بس بقى انتوا عملتوا فدائيين ببيهات، بقيتوا تحطوا في مخ الاطفال انه يقدر يبقى قاتل وانه يقدر يبقى مجرم، وانه يعني اول ما ظهرت حكايه ذبح الاطفال دي افتكرت الفيديو اللي انا عمري حبيت احطه، الاطفال اللي بيقطعوا رقبه العروسه البيبي ويقول لك الله اكبر، دول اطفال الفلسطينيين بتربوهم على كده. مفيش اب وام بيحبوا اولادهم عايزين يعلموهم الارهاب. ضحكوا عليكم وقالوا لكم ان ده دفاع عن الوطن. الدفاع عن الوطن يبقى بالفكر وبالسياسه وبالسلام. لو ما كانش في حماس ولو ما كانش في البي ال او وكل الناس اللي ترقصوا
فلسطين من سنين طويلة، كان زمان دلوقتي بقى في سلام بين إسرائيل وشعب فلسطين، وكان زمان في ناس عايشة، كل اللي ماتوا دول كان زمانهم يبقوا عايشين حياة أفضل كتير. لكن العائق بينكم وبين السلام وبين أرضكم هم الناس دي. شوفوا الفيديو اللي جاي ده، دول أطفال في مدرسة بيعلموهم إيه. أنا سميت له، سميت الفيديوهات دي حكولنا قالولنا، أوكي هما بيقولوا كده، الأطفال بيكرروا ده كتير. شوف الفيديو. لأن نعمل حرب، إنه نفرج اليهود إنه إحنا مش 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 إنه إحنا مش مش شاطرين، إحنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. أنا بدي أهزمهم بالحرب، بدي أهزمهم. بعلمونا ان الاقصى لنا وقلنا يعني الحق، يعني ان فلسطين والاراضي كلها لنا، لانهم بسبب كذبهم وانتهاكاتهم انهم يقولون ان الهيكل تحت المسجد الاقصى، ولا مره انه يكون الهيكل تحت المسجد الاقصى. انا اقرا اليهود بعلمونا ان الصهيونيه هم اعدائنا وهم اهم شيء لازم يسوي فيهم عمليه. يعني انهم بيعلمونا بالمدرسه انهم ارهابيين بيحكوا لنا عن اليهود انهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا. بحكوا لنا هدول غدارين، بحكوا لنا انه هدول بغدرونا، هدول مش منيح. اذا بطعن بدعس عليهم، اعمل عمليات. كيف يعني؟ الدعس، عمليات الدعس، عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. ايش اكيد هدول العمليات ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي اشي بيرفع الراس لفلسطين. بس بدك بطلع بستشهد عادي. انا ان شاء الله اساعد الشباب وان شاء الله اصير مقاوم بالمستقبل مع الدوله الاسلاميه. لما تسمع كل اللي قالوه الاطفال دول، اطفال لو هم في دوله غربيه وقالوا كده يحطوهم في مستشفيات للعلاج، يحطوا اهاليهم في السجن. لانك بتربي ارهابي، بتربي انسان لا يفهم قيمة الحياة لنفسه أو لغيره. يقول لك أنا أطلع أعمل عمليات دعس. شفتوا العمليات الدعس دول كانوا أطفال في المدارس برضو بيقولوا لهم كده، فبقوا يقدروا يطلعوا يعملوا عمليات الدعس دي، اللي يمشي ويروح دايس بأوتوبيس على 500 شخص في مهرجان، زي ما دخلوا كده اليهود حماس وقتلوا دبحوا قطعوا رقاب ناس في مهرجان اسمه مهرجان السلام. ما هم دول برضو كانوا أطفال بيتعلموا كده. لو طفل في الغرب بيقول أنا ما عنديش مشكلة أنا أطعنه بسكين، ده على طول يتحط في مدارس تأهيل وإصلاحيات وحاجات كده، وياخد علاج نفسي وكلام من ده. لأن اللي بيتقال طالع من بق الأطفال دول إجرام، إجرام. عارفين مصدره إيه؟ مين اللي زرع ده جواهم؟ محمد، اللي كان نفخر بحكايات الأطفال اللي كانوا بيشاركوا في المعارك واللي استشهدوا، بنفخر بده. جالنا منين؟ من الإسلام. فيأدلجوا بقى أفكار الأطفال دي، فينتج عندنا مجتمع ما هوش عارف الحياة حلوة ولا الحياة مرة، ولا تستحق أنا أستحق الحياة، ربنا عايزني أعمل إيه، ربنا عايزني أعيش ولا ربنا عايزني أموت ولا. خليني أخد مكالمة الأخت فريال. أهلا بيك يا أخت فريال، تفضلي. أخت أمان السلام ونعمة المسيح معك يا عزيزتي ومنور الشاشة، والرب يبارك فيك ويبارك خطبتي ويبارك حبيبتي. أنت الرب معك حبيبتي، أنت حكتين توفين عن الموضوع كالعادة، لكن فقط أنا أقول السبب وأصل هذه البلاوي وهذا الإرهاب وهذا الدم هو أصله من رسول الإسلام. نعم. فحابة بس أعمل مفارقة بسيطة بين المسيح له كل المجد أم محمد. نعم. أحدهما أقام الموتى والآخر قتل الأحياء. أحدهما غفر والثاني انتقم. أحدهما شفى المرضى والثاني قتل الأصحاء. المسيح له كل المجد، قال إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه،
والثاني قال اضربوا العناق ولا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة. المسيح لا قال أنا هو الطريق والحق والحياة. محمد قال ما أنا إلا إنسان. نعم أمين. المسيح له كل المجد، قال من منكم يبكسني على خطية. والثاني كانت كل حياته شبهات. المسيح ولادته كانت معجزة. المسيح قيد والآخر ما زالت ولادته معضلة. نعم. المسيح قيد الشيطان، الثاني قيد محمد بالسحر الشيطان. المسيح حي في السماوات والآخر راقد في التراب في جهنم. من تتبعون وهو حي، من تتبعون ربي يحميكم، ربي يلمس قلوبكم، أمين ربي يا رب. أمين يا في اسم يسوع. أمين. ممكن عند الرب يسوع اللي غير شاؤول إلى بول راح قادر أن يغيركم. أمين. أمين. على فكرة إحنا أماني. شكرا حبيبتي، تفضلي حبيبتي. ربي يباركك عزيزتي ويباركك. أنا هقول إن المسيح كمان غفر لأعدائه، ومحمد علمكم الانتقام والتربص بالأعداء. ده من أكتر الأمور اللي بتهد الإنسان وتهد المجتمع، وهي من الأسباب اللي بتجيب مرارة في حياة الناس. الفيديو اللي جاي ده نتيجة للفكر الإرهابي، ونتيجة إنه الإنسان أطفال زي دول ما هماش عارفين قيمة الحياة. مش بس الأطفال، لا ده أمهاتهم وأبهاتهم اللي كانوا أطفال برضو وعاشوا نفس الحكاية. أشرح لكم الفيديو ده إيه قبل ما يتحط. ده فيديو لممرضة كانت بتعالج المصابين في المستشفى، وصلها خبر إن جوزها مات. اللي هو إيه، معلش لا أعتقد حطينا الاثنين. سو لو خليني أروح لفيديو الممرضة. فالفيديو ده بتقول لك إنه جوزي مات. فأنا عايزاكم تشوفوا تعبيرات وشها، هي عاملة كده ومرعوبة، مش عارفة تحس بألم ولا تحس بفرح. وبعدين تروح تحضن بنتها، البنت بتقول لا أو بتصرخ لأنه إنسانيتها مش عايزة أبوها يموت. لكن الإسلام بيقولك لا ده شهيد، لا كويس تفرحوا. للأسف هو لا شهيد ولا يحزنون. للأسف إنه الإسلام خدعة كبيرة غير فكر هؤلاء. خلينا نشوف. تحس بإيه؟ تحس بإيه؟ أفرح وبعدين اللي جاي يروح مغطي شعرها، أنت بتغطي شعرها في المصيبة اللي أنت فيها. واحد مات بلا سبب وبلا قيمة، اتعلم إنه ما فيش قيمة لحياته، وفاكر إن قيمته في الحياة إنه يدي نفسه في عمل إرهابي يقتل بيه ناس. قيمة الحياة إنك تكون موصل جيد لكلمة الله اللي بتعطي الناس الحياة، كلمة المسيح اللي بتعطي حياة للناس، غير القرآن اللي بيقولك إنه دول أنتوا بتقتلوا في سبيل الله لكن دول بيقتلوا في سبيل الطاغوت وعشان كده هتنتهي حياتهم. يقولك دول أولياء الشيطان، انتوا تقتلون في سبيل الله ودول يقتلون في سبيل الطاغوت ودول اولياء الشيطان فاقتلوه. قيمه الحياه بتتغير عندما تكون الايديولوجيه نفسها اللي بتدي لك اللي بترفعك اللي بتزقك بتخليك تشوف التضارب في المشاعر الزوجه دي والبنت ويعني من برمجه المشاعر. عارفين مين المثل في ده؟ نرجع للجذور. المثل الأعلى للست اللي ضحت بأربع عيال كلنا فاكرينها، خدناها في المدرسة، حفظناها في المدرسة، الخنساء. ها؟
فقدت 4 عيال وهي بتوديهم بقى الحرب وبتقول لهم انه انتوا رايحين الحرب ولازم في حرب القادسية. وقالت لما أما وصلها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بيهم في مستقر مش عارف إيه. ويعني بقى الوعد اللي هي واخداه لأنه بقى عندها شهداء فهتدخل الجنة على حسابها على حسابهم. كم من ست فلسطينية فقدت 4 و5 و6 و10 وتقول لك أنا فاضل عندي واحد أنا كمان هدي للجهاد. أين الأمومة اللي عايزة تحمي؟ خليني أخد المكالمة دي. معنا الدكتور عبد الناصر، أهلا بيك. سلام المسيح معك دكتور عبد الناصر، اتفضل. طيب أوكي، خليني أقول الله لا يريد فناءكم بل سلامكم. مساء الخير أستاذة أماني. مساء النور، أهلا بيك، اتفضل. هو بس أنا يعني واضح من يا حضرتك تسمعني من التليفون من التلفزيون لازم تطفيه. يعني أطفي التليفون. طيب اطفي التلفزيون. اسمعك من التليفون. طيب ماشي اتفضل. انا بس ليا تعليق صغير. يعني حضرتك احنا في نكبه بتاعه غزه حكايه العقيده كل واحد دي العقيده بين واحد وربه. ده راي حضرتك. انا بقدم الفكره واساسها وده هدف البرنامج وده يعني اللي هيخلي الناس والله تفهم يعني اللي وراه. احنا كان عندنا المسيح والسيده مريم مقدسين عندنا. نعم. انا بحترم راي تاني واحنا خلينا في غزه. استاذ عبد الناصر انا هقول لك حاجه، معلش انا مش هتكلم على غزه بس، انا هتكلم على غزه وهتكلم على اسرائيل وهتكلم على سبب النكبه في الامه العربيه كلها هي الاسلام، وانا عارفه ان الكلام ده ممكن يجرحك لانك مسلم. وممكن اتناقش معاك خارج ده خالص. العقيده أنا كل جيراني مسيحيين في مصر. ما هي المسألة مش إنه جيرانك مسيحيين، هي المسألة إنه أنت حياتك معرضة للخطر لأنك بتتبع إله لن يقودك لحياة أبدية بل يقودك للهلاك. أنا بقولها لك بمنتهى الأمانة وبقول لك معلش سامح هقول لك آخر كلمة علشان لازم أكمل البرنامج. أنا يعني ما عنديش مانع أتناقش معك خارج الحلقة دي في تليفون واتساب، رقم الواتساب موجود على البرنامج، اكتب لي عليه واتناقش معاك بعد الحلقه. طب بس سوري موجود على الشاشه حضرتك. اتفضل. طب اتفضل اخر تعليق. اخر تعليق حضرتك، انا بس بذكر حضرتك بالمدن، مدن القناه الثلاث، الاسماعيليه، بورسعيد. فاكره مدرسه بحر البقر. طبعا فاكره. بقول لحضرتك بقانة فأنت بتتكلمي على ناس كل تاريخهم أسود. طيب. يعني فأنت حضرتك دلوقتي في ناس، هل القوانين الإنسانية إن أنا أقطع المية أقطع الكهرباء أقطع لا القوانين الإنسانية ما تقولكش إنك تروح تذبح الآمن في بيته وتحرقه وتقتله وتاخد عياله وتغتصبه. النقطة دي حضرتك اللي بتركزي عليها حضرتك البيت الأبيض امبارح طلع قرار الكلام ده مش مظبوط. لا مش حقيقي الكلام ده مش حقيقي. كل الصحف العالمية قالت الكلام ده مش مظبوط يا أستاذة أمان. عندك فيديوهات بتقول إن ده مش إن ده مظبوط. الفيديوهات مزورة يا أستاذة أمان. مزورة فيديوهات قطع الرقاب مزورة يعني مزورة وإحنا طيب. أنا بشكرك مش هاخد الوقت في النقاش في الموضوع ده. مش هاخد الوقت في النقاش في اللي بيقول لي الفيديوهات مزورة. النهارده طالع فيديو، الفيديوهات طالعه من ايدين الارهابيين، انتوا بتتكلموا ازاي؟ ايه الجنان ده؟ ازاي؟ النهارده طالع فيديو يمكن 10 دقايق مصور اول طلعه ليهم فيها قطع في الراجل اللي قطعوا راسه واتخانقوا عليه، فيها مجموعه من الشباب مكومين على بعض دم بيشر من كل حته. الفيديو بتاع البنت اللي اتاخدت وخدوها وكسرين رجليها وحطينها على التراك، انا احتراما لانسانيه الناس ما بوريش الحاجات دي عشان مش عايزه عنينا وقلبنا وفكرنا يتعود على ده.
عيب علينا ان احنا ننكر الامور اللي شفناها بعينينا اللي طالعه من كاميرات الارهابيين، زي الارهابيين اللي قتلوا ال 19 مسيحي اللي كانوا في ليبيا. تقدر تقول عليهم دول كمان مزورين؟ قولوا بقى، قولوا زي ما انتوا عايزين، لكن الحق موجود وباين. بقول لك مرة تانية لكل واحد مسلم بيسمعني النهاردة، فكر في دينك، فكر في مصادر هذا الغضب. أنا ما شفتش، بمنتهى الأمانة هقولها بمنتهى الأمانة، أنا مش شايفة منكم عمل يساعد الناس عمليا اللي في غزة، عمليا. مش أنكم تزودوهم بالسلاح، نظفوا العقول، نظفوا القلوب. خلينا نصلي مع بعض من أجل شعب غزة. يا رب احنا بنتجه ليك بالصلاة من أجل إخواتنا في غزة، مسلمين مسيحيين عابرين تحت الألم وما لهمش حيلة، لكن نحن نعلم يا رب إنك أنت الإله القوي، ملك الملوك، اللي دعيت كل واحد منهم بالاسم، الذي ترى مستقبل كل واحد منهم بعينين محبتك. بصلي انه الكراهية تخرج من وسطهم، وبصلي انه الكراهية تخرجهم من تخرج الكراهية الحصار الإنساني اللي جواهم. انا قلت الكلام غلط يا رب، انت فاهم انا بصلي لايه؟ انه الكراهيه تخرج من قلوبهم، فيخرجوا من الحصار الانساني والكسره الانسانيه اللي في قلوبهم الاول. يا رب بنصلي انك تجد ليهم مخرج، انت الملجا، وانك تحنن عليهم قلوب الشعوب اللي حواليهم يا رب، وتجد ليهم مكان في اسم يسوع، وانك تفتح الافهام حتى يروا مدى ظلم الإسلام ليهم، ومدى ظلم حماس الإرهابية ليهم. أمين. أنا بدعوكم أنكم كلكم تصلوا معنا من أجل شعب غزة، واللي يحب يساعد ممكن يدخل على الويب سايت بتاعنا ويجد الطرق اللي يقدر يساعد بيها، أو تتصلوا على أرقام التليفونات الموجودة، وإحنا نقول لكم ازاي تقدروا تقدموا المساعدات للناس في الوضع الرهيب ده دلوقتي. مرة تانية بقول ان الكراهية مش هتخرجكم من الحصار، وحماس عمرها ما هتوقع عنكم معاداة سلام. انتم اللي هتقدروا تعملوا كده لما تخلصوا من حماس. طيب سؤال مرة تانية، مين اللي زرع الفتنة؟ محمد ومن تبعه. إبراهيم وأبنائه إسحاق وإسماعيل ما كانش بينهم عداوة، لكن حتى يعني أنا بفكر أنه الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في وقت موت إبراهيم، إسحاق وإسماعيل دفنوا أبوهم، وكل واحد راح لمكانه بالبركات اللي ربنا ادهاله، بوعود ربنا اللي ربنا اداها لابراهيم عن اسحاق وعن اسماعيل. ما كانتش العداوه دي موجوده، لكن دي مقاصد الشيطان النهارده. النهارده القران مليء بكراهيه اليهود، والسنه كذلك. محمد عمل ادلجه لدماغ اعدائه زي اللي حصلت، وانتوا اللي انتوا بتشوفوها في على التلفزيون دلوقتي، وانتوا شايفين الاولاد بيحصل فيهم ايه. محمد عمل كده مع اعدائه، مع اتباعه. لو لم يكن هناك اسلام لما كان هذا العداء بهذه الصوره العالميه. خليني اقول لك كلمه لعرب اسرائيل، لانه في عرب موجودين جوه اسرائيل عايشين في اسرائيل في سلام. لكن النهارده لما يكون العربي هو الصوره للعدو اللي جه عمل العمل الارهابي ده على ارضه، فما بقاش حد عارف ها مين العدو ومين الصديق. مش ما تبقاش عارف ان اللي هيقتلك ده جارك ولا. الحقيقه انه العربي
والإسرائيلي، الاثنين عايشين في بلد واحدة والاثنين خايفين من بعض. الخوف مصدره الشيطان. في نفس المكان عابرين من خلفيات عربية، وكمان يهود قبلوا المسيح. خلينا نفكر النهاردة في يومنا، في دورنا في الحياة مع الناس اللي حوالينا، والحياة اللي ربنا دعانا ليها إحنا بصورة شخصية كمؤمنين. خلينا نغير أفكارنا ونجدد أذهاننا. شوف السلايد اللي جاي ده، الكتاب بيعلمنا إنه إحنا لازم نكون صحيين، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه. يعني إيه نصحى ونسهر؟ نسهر على إنه ما يكونش في قلوبنا لا غضب ولا عداء ولا كراهية، وإنه نعيش بتعاليم المسيح للغفران للي حوالينا، وإنه مهمتنا الأولى تكون هي الكلمة اللي لازم نوصلها للي حوالينا. المسيحي لما بيقبل المسيح، وخاصة من العابرين أو حتى الخلفيات اليهودية، الله بيغير قلبه تماما، بيكون عايش لمهمة توصيل الكلمة للي حواليه، لمحبة المسيح، وبيكون عايش بحياة متغيرة يوميا. لما الكتاب بيقول اصحوا واسهروا، اصحوا يعني ايه؟ يعني بي سوبر مايندد. الصحيان مش اصحى من النوم، لا، الصحيان انك تبقى فايق منتبه، لان العدو هيحط حواليك شرك في كل مكان. يغير عينك من على انك تكون منتبه للعمل، لكلمة ربنا، لدعوة اللي حواليك، لخدمة الرب، لمحبة الرب، للنمو الروحي، لانك تكون فعال في مجتمعك، لانك تكون منتظر حضور المسيح. الا واحد خايف من اللي حواليك. الله مش عايزك كده، لانه اله كل نعمة، بيقول كده الكتاب، انه اله كل نعمة اللي دعانا ان احنا نكون اولاده، هو اللي بيثبتنا، وهو اللي بيقوينا، وهو اللي بيغيرنا، وهو اللي بيخلينا كمان نكون مستخدمين في حياة الآخرين. الإسلام هو أصل الفتنة، فلازم لا نتهاون مع ناس زي حماس. اسمعوا الفيديوهات اللي جاية دي معايا، وقولوا لي هل حماس إرهابيين أم فدائيين وأبطال؟ كي؟ خلينا نشوف يعني الفكرة اللي جاية دي. هم قالوا لك لا، ما فيش سبايا، ولا خدوا سبايا، ولا اغتصبوا حد، ولا. على فكرة إحنا يعني كتير مننا يعرف ناس شخصيا حصل فيهم أو في أولادهم حاجات زي كده. كي؟ فبيقول لك لا، ما فيش سبايا وما فيش كلام من ده. هتشوفوا فيديوهات بأصواتهم من كاميراتهم، ونشوف ده حصل ولا ما حصلش، وده شر ولا مش شر. اتفضل. دول البنات اللي خطفوهم. سبايا بإذن الله تعالى، سبايا، كلهم سبايا، كلهم سبايا. ليش بدهم يزوروها؟ يتوسخ لحظة. ده بقى شو معنى يتوسخ؟ احد الارهابيين اللي مسكوا اللي في حماس. احكي للبنات يعني، مظبوط؟ اوكي. شو بدهم يسووا؟ بيقولوا له انت هتعمل، انتوا اخذتوا البنات ليه؟ هتعملوا فيهم ايه؟ قالوا هنوسخهم، يعني هنعمل ايه؟ طب يعني هتعمل ايه؟ هو عايزه يقول له يعني يعني هيغتصبوهم. دول متاخدين عشان يبقوا سبايا. بالظبط زي ما حصل مع داعش. وحماس بيقول لك نحن لم نغتصب ولم ناخذ ولم نعمل، وبعدين تقولوا عليهم فدائيين وابطال. دول فدائيين وابطال ولا ارهابيين؟ خلينا نسمع بقى الصوت اللي جاي ده، تسجيل من احد لقاءاتهم على الانستغرام، وهم بيفخروا بمنتهى، اسمحوا لي يعني الطريقه في الكلام على النساء في منتهى الاهانه والقذاره. اسمع الصوت. شباب يسعد مساكم. السبايا اللي جايين كلهم شقر وبيض ومن المربرب اللي بيحبوا قلبك، السمر والمسافلة هذا كلهم قتلوه. السبايا الجايين كله زي ما بدك، اشقر وابيض ومربرب، السمر مات وكلهم قتلوه.
والله لا يموتوا علي، والله لا يتقاتلوا علي، لا يفجروا حالهم تفجير. اخ اخ انت خليك بتاخد من الخليل، بتاخد من الخليل انت. ايه رأيكم؟ من جعل هؤلاء يروا العالم سبايا وغنائم وأعداء الإسلام؟ الفيديو اللي جاي في إمام، أنا حاول أمشي بسرعة لأنه فاضل فيديوهين ثلاثة، حابة أنكم تشوفوهم علشان نخرج بخلاصة من ده. في إمام في نيويورك عامل كأنك في رابعة، عملوا نيويورك رابعة وبيقولهم أنا فرحان باللي حصل. هو إنجليزي بس أنا يعني هقول لكم المعنى، تفضل. Done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be a part of Islam. And we will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah. There is no God worthy of worship. انتوا في بلد اديتكم الحرية وانتوا بتقولوا انكم هتغزوا هذه البلد وانتوا فيها. الناس مش هتفضل اغبية دايما. اوكي؟ شوفوا الفيديو اللي بعد كده، مسلم بيكلم مسيحي في مكان حوار ديني. يعني مكان مفتوح بيعملوا فيه حوار ديني مفتوح، كل واحد يقول اللي عنده. فالمسلم بقى هو بيكلم المسيحي بيقول له ايه؟ انا اكرهك من اجل الهي. اسمع. انا بكرهك من اجل الهي، ويكررها له. وبعدين يقول له طب انت ممكن تقتلني؟ قال له اه طبعا، انا لو شفتك في حرب هقطع راسك. He hates me for the sake of Allah. بيكرهني من أجل الإله. أيوة أكره. لو فيه حرب هقطع راسك. هكذا يتكلم المسلمين على حسب الدين. انت ان حبيت لازم تحب اللي زيك، ما تحبش مش الكفار، وانه الكافر ده لازم تكرهه من اجل الله. علشان كده بيدوروا على السكاكين والسيوف علشان يقطعوا رقاب الناس. انا ما شفتش النهارده، يعني الناس معظم الناس في العالم كله دلوقتي بيستخدموا المسدسات الا المسلمين، لازق فيهم السيف لانه دين السيف. ده الدين الشيطاني. من يقتل النساء والأطفال النهاردة على الجانبين هو الإسلام، الشيطان نفسه. أنا بقول لأبناء الرب من المسيحيين والعابرين من الإسلام ومن اليهودية، راجع نفسك. مسؤوليتك الأولى إنك تكون واعي العقل وساهر على الكلمة، صاحي بالروح، علشان تقوم بمسؤوليتك الأولى وهي كلمة الله. كلمة المسيح هي شفاء، كلمة المسيح هي رباط بينك وبين من حولك، مش كلمة شقاق. ده الكتاب بيعلمنا أنه زارع الشقاق بين الإخوة دي مكرهة أمام الرب. أكتر حاجة ما بيحبهاش ربنا أنه حد يزرع شقاق بين الإخوة. اللي ربنا بيقول لنا انتوا كلكم اخوة، انتوا كلكم عائلة واحدة. حب قريبك كنفسك، جارك اليهودي، جارك المسلم. اه طبعا بنحبكم، بنحبكم ونرى الألم اللي انتوا فيه. ألمكم هو ضحكة الشيطان عليكم بهذا الدين الإرهابي الخطير. النهاردة في دعوة، النهاردة الجمعة 13، في دعوة انه الفلسطينية يطلعوا او العالم الإسلامي بقى كله يطلع يقول فلسطين بقى ومش عارف ايه. انتوا بتطلعوا تقولوا فلسطين وعاملين رايت وفاكرين ان دي يعني هتبقى الطوفان الاعظم وطوفان الاقصى والكلام ده كله، لكن ده مش هيحصل لان الله لن يقيمه. الله عنده وعد لشعبه، ووعده لشعبه هيتحقق. لكن اما ببص للناس اللي بتطلع في الرايتس دي، المظاهرات دي والاعتصامات،
واحد بيسأل أنت طالع ليه، واحد على بتاع التلفزيون يعني بيسأل واحد من الموجودين أنت طالع ليه للمظاهرة دي، فقال له علشان خاطر الفلسطينيين اللي قتلوهم اليهود. فقال له يا يعني مش عشان اليهود اللي اتقتلوا في الكابوتس؟ قال له لا أنا ما سمعتش عن الموضوع ده بصراحة. يعني هو أصلا ما سمعش هم طلعوا ليه، هم قالوا له احنا طالعين عشان نقول فلسطين فطلعوا وخلاص. ده عشان ساعات الـ 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 الغربيين بيبقوا يعني عايز اقول كلمه بسيطه انهم بيبقوا بسطه شويه في الفهم، بيضحك عليهم في الحته دي لانه مش عارف التاريخ، لانه مش عارف المصدر، لانه مش عارف هو واقف جنب مين، حمساوي ارهابي مستهدف شعبه قاتل ابنائه. فلازم نكون صحيين بالروح نفهم احنا بنتكلم عن مين. اوكي، مسؤوليتنا الاولى هي كلمه الله والرب يدافع عنا. هو ده اللي بيقوله الكتاب المقدس، ان الله يدافع عنا، وانه ان عشنا فاحنا بنعيش للمسيح، وان متنا فللرب نموت، يا للرب نحيا او للرب نموت الاثنين. وانه لنا الحياه هي المسيح والموت ربح لنا، بس ما نضحيش بغيرنا، احنا ما نضحيش بغيرنا، احنا عيننا على الرب. اوكي، الرب بيقول كده، خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. بيقول انا هو معزيكم، من انت حتى تخافي من انسان يموت وابن الانسان الذي يجعل كالعشب. الكلمه دي قالها الرب في اشعياء لاسرائيل، لانه بيقول انا معزيكم، انا عندي وعد ليكم وانا هحافظ عليه. وبعدين الرب يقول لنا احنا بقى كابنائه المختارين، مختارين الله لشعبه وامته المختاره التي مات عنها المسيح، يقول كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفه واله كل تعزيه، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا. الرب يعزيكم في كل ضيقه ليكم، سواء كانوا العابرين او كانوا اهل شعب غزه او المتالمين النهارده والمحصورين بسبب الاسلام وظلاميه الاسلام وارهاب الاسلام في سواء كان في ناحيه اسرائيل ولا ناحيه شعب غزه. الرب بيقول لك ان هو يعزيك في كل ضيقاتك، حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله، لانه كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا. بصلي ان الله تكثر تعزياته في حياتك وفي حياتك، وانه يكون هو مصدر يضمد كل جرح في حياتك. الكلام ده الرب بيقوله لشعبه اللي مات عنه المسيح، بيقول انه بيعزينا في كل ضيق عشان نساعد ونعطي الاخرين، لم نعد نحيا لانفسنا بل للمسيح. انا وانت لسنا نمثل انفسنا بعد بل المسيح. نقدر نقول ان احنا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله، وليس من يقتلون الجسد لانهم لهمش سلطان علينا ايا كانوا، ولا نعطي للعدو مكان، ولا نشكل أفكار في قلوبنا تكون غير أفكار الله، ولا نشاكل هذا الدهر، بل نرتفع عن الأرضيات إلى السماويات. الأرض مش بتاعتنا، مش لينا إحنا المؤمنين، إحنا ننظر إلى أورشليم السماوية اللي احنا ننتظرها عندما يحضر المسيح. عايز اقول لمؤمنين النهارده، وانت بتساعد اخواتك ما تتحزبش، ها، واذكر محبتك الاولى، اذكر محبتك الاولى. خلينا نشوف السلايد الاخير مره تانية. الكتاب بيقول كده: اسهروا لأنكم لا تعلموا في أي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت
في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين. اسهر وكون مستعد. اسهر وكون مستعد. الكلمتين دول خليهم قدامك النهاردة. نسهر يا رب من أجل دعوة الكتاب المقدس. نسهر يا رب من أجل الكلمة. نسهر يا رب من أجل أن نقترب لأفكارك وقلبك ومعرفتك ونكون مستعدين للقائك. تخيلت كده النهاردة وأنا بكتب الآيات دي. تخيل إحنا، أنا أعلم مدى المعاناة، أنا أعلم مدى الألم، أنا أعلم مدى ما يقاسي إخواتنا في إسرائيل أو في غزة، إحنا كمؤمنين عموما. لكن لو عينك على المسيح، تخيل كده لو أنت واقف على الباب وجاي لك ضيف، والضيف ده جه ولقاك واقف له على الباب، تبقى فرحته قد إيه؟ وتبقى أنت فرحتك قد إيه؟ وتبقى أنت بتقول أنا بحب قوي حضورك عندي قد إيه؟ خليك واقف على الباب للمسيح. خليك واقف على الباب للمسيح. حط عينك على المسيح اللي يرفع عنك الألم. لينا أخوات في الفريق عايشين في وسط هذه الألم كلها. أسأل كل يوم أخباركم إيه؟ يقولوا إحنا بخير، إحنا بخير، لكن الوضع صعب، الوضع صعب. طبعا الوضع صعب وطبعا متألمين، لكن هم دول نفسهم اللي ايديهم في الخدمة وبينتجوا كل يوم وبيعضدوا كل يوم وبيعطوا كل يوم من اللي ما عندهمش أصلا. هكذا نحن مدعوين أن نعيش. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. محتاجين نتغير، محتاجين تبقى عينينا على الجعالة، محتاجين تبقى عينينا على انتظار المسيح. النهاردة في الأحداث الرهيبة اللي بيمر بيها العالم، الأحداث اللي بتحصل بين على أرض إسرائيل النهاردة دي كلها بتدل على اقتراب مجيء المسيح. لكن الكتاب بيقول لنا من زمن طويل إن الوقت مقصر، وإن إحنا لازم كمؤمنين نعيش حياة ناظرين فيها إلى مجيء المسيح، لأنه الوقت مقصر، لأنه هدف حياتنا، لأنه غاية الأمل إنه لما يجي المسيح يجدنا منتظرين على الباب ويجدنا نقول مران آثى أمين تعالى أيها الرب يسوع. رب أنا بصلي من أجل كل إخواتي اليوم، رفعة من عندك، سلام من عندك، محبة من عندك، قوة إلهية إعجازية من عندك يا رب. ضع يدك على غزة وعلى إسرائيل وأخرج أنت سلاما في الوسط. أمين. بصلي من أجلكم ونستمر في الصلاة من أجلكم. اكتبوا لنا، ابعتوا لنا، اسألوا اللي انتوا عايزينه، احنا حاضرين نصلي معاكم ونكون معاكم في الوسط. أمين. ربي يبارككم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.